هل ما زالت الفرصة قائمة مع مرور نصف رمضان هكذا من بين أيدينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلى الله عليه وسلم. حضرتك في العمر كله إذا امتد قد تدرك في آخر عمرك ما لم تدركه طول عمرك، فما بالك بأيام رمضان؟ فضل الله واسع، الفرصة موجودة وسانحة إلى الآن. من فاته أيام من رمضان، بقي تقريبا نصف الشهر، النهاردة 16. الشريعة والإسلام رحيم، بمعنى أنها إذا فاتك الأمر تستدركك وتقول لك أدرك نفسك، فهناك ما زال فرصة أو وقت. حتى من فضل الله عز وجل علينا، وده مش عايزين نعول عليه كتير، ليه؟ لأن للمعنى اللي هنقوله، إن من فاته أكثر رمضان سيجد أن غايته أو بغيته تكون من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللي هي بتساوي من قام رمضان إيمانا واحتسابا. رمضان لوحده وليلة القدر لوحدها، بس هل اللي قام رمضان كله وليلة القدر بس زي بعض؟ لا، اللي قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، واللي قام رمضان عنده فرصتين مش فرصة واحدة، مش ليلة القدر بس، رمضان كله ومن ضمنها ليلة القدر. يبقى احنا عندنا بنقول للذي تركه القطار أدرك نفسك فيما بقي من رمضان وفيها ليلة مباركة وهي ليلة القدر، وبنقول الذي استغل الفرصة من أول رمضان وصام وقام بإخلاص وصدق مع الله، يبقى انت خدت الجايزة من أول ليلة. ان زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهتاخد في الاخر اللي هو من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي جايزة بقى في اخر رمضان خالص، لاني اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. ولله في آخر ليلة من رمضان عتقاء من النار بمثل ما أعتق طول الشهر. كل يقول إن لله في ليالي رمضان عتقاء من النار، وفي آخر ليلة عتقاء بعدد الشهر كله زيادة. يعني أنت الآن في سوق رائجة، أنت الآن في تجارة رابحة، أنت الآن في فرصة عظيمة، اوعى تفوت الفرصة. ولكن المشكلة ان الانسان يكون غافل، ما يعرفش ان دي فرصة، وبعد ما تعدي يحس بالفرصة. لا، وفي ناس ما مش حاسس ان هي فرصة اصلا، وبعد ما تعدي كمان مش سائل فيها. ليه؟ لانه لم يشعر اللذة. لو انك شعرت بلذة في دقيقة او لحظة من رمضان لتمنيت ان رمضان هذا لا يمضي ولا يمر.